مساء الخير. الذكر هو أساس مهم من الأصول الأساسية الأربعة اللي حددوها العلماء بأن ضروري يتوجدوا جوه كل واحد فيقدر يستقبل بيهم منهج ربنا وأوامره ونقدر نتبعها صح. هما النية، الإرادة، العلم والذكر. والعلماء لقوا أن الذكر مفعوله أسرع في تأثيره على القلب، بيهيئ القلب للثلاث أصول التانيين. الذكر درجات وأنواع، وربنا وصانا فيه بالكثرة، بنذكر باللسان كتير لحد ما القلب يحس ويستشعر المعاني ويتوصل. اللي يساعدنا على الإحساس بالذكر إننا نفهم معانيه والقصد منه، وده اللي بنعمله الملف ده، بنتكلم عن معاني الأذكار والحكمة منها. ولو تحول الذكر لمنهج حياة فلازم هيتنفذ وعد ربنا بالطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر النهاردة هو ذكر الحمد لله. ربنا لما وصانا بالذكر اختص الشكر بعدها دونا عن كل الأفعال، قال لنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بداية المصحف بسورة الفاتحة اللي بنبدأ بيها كل صلاة كبداية كلام بيننا وبين ربنا، بتبدأ بالحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة ربنا وصفهم قال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحمد قال: الحمد لله تملأ الميزان. ليه الحمد والشكر واخد كل المكانة دي؟ لأن الحمد هو التطبيق العملي للإيمان. كلنا بنقول إننا مؤمنين، لكن مين مؤمن بجد ومين إيمانه مجرد مسميات؟ ده اللي بيفرق بينهم الحمد. ربنا لما قال واشكروا لي قال لنا بعدها ولا تكفرون، يعني اللي ما بيشكرش هو كفر بنعمة الله، كفر بأقداره. فدخلنا في معاني الشرك الخفي اللي ما بناخدش بالنا منه. حمد لله وشكره ده إقرار داخلي بإنك شايف ربنا، معترف بوحدانيته بغض النظر أقداره على هواك أو لأ. في السراء وفي الضراء بتحمده. ومش معنى انك حزين وموجوع من اي فقد كمشاعر طبيعيه ان ده يتعارض مع الحمد. سيدنا يعقوب ربنا قال عنه: وابيضت عيناه من الحزن فهو قزين. حزنه ما تعارضش ابدا مع الحمد وقربه ووصله من ربنا. قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. بيشكي حزنه لربنا مش بيشتكي من ربنا، وده الفرق. سيدنا يعقوب جواه يقين بأن ربنا أعلم بكل التفاصيل وهيداويه بطريقته. الحمد والشكر هم شعور بيتبطن بيه القلب وبيستقبل على أساسه مستجدات الحياة والمشاعر والابتلاءات والمواقف. هو شعور داخلي فيه يقين وثقة في الله أن كل منا هو خير يستحق الحمد والشكر. لكن بنتوجع لأن بالفطرة ربنا خلق فينا الحزن والفرح، وأنه هو أضحك وأبكى. وفي الحزن ربنا بيحاوطنا بلطفه طالما بنحزن، والقلب بطنته الحمد. دي بتحصل ازاي؟ ازاي اعرف احزن وانا حامد ربنا؟ بنقدر نعمل ده لما ندرك ثلاث حاجات. الاولى، حقيقه الدنيا انها مؤقته جدا بكل احداثها وناسها ومواقفها والفقد اللي فيها. الحاجه الثانيه، ادراك معنى والله يعلم وانتم لا تعلمون. والحاجة التالتة، إدراك إن دي تركيبة الإنسان مكون من مشاعر كتيرة قوي، وإن اختلاف المشاعر دي اللي بنتعرض لها وبنحسها هي اللي بتعرفنا على ربنا. لما نخاف نلجأ له، لما نفرح نلجأ له، لما نتظلم، لما نتوجع فبنلجأ له نحتمي بيه. فإدراك التلاتة دول يخلونا نعيش مشاعرنا والحمد أساس موجود جوانا، فبنستشعر لطف ربنا في كل شعور. المشكلة اللي بتقابلنا في موضوع الشكر والحمد وإننا نعرف نذكره بإحساس حقيقي إن كتير ما بنعرفش نشوف النعم من أساسه، وبنتعود عليها فبننسى نشكر. فكده عندنا هدفين: الأول إننا نعرف نشوف النعم، والتاني إننا لما نشوفها نشكر ونحمد عليها. العلماء قسموا النعم الدنيوية لنوعين: نعمة النفع اللي هي كل المنافع اللي محوطانا في أدق التفاصيل، والنوع التاني نعمة الدفع. الأولانية النفع والتانية الدفع، إن ربنا يدفع عنك يعني يبعد عنك مصايب كتيرة قوي إحنا ما ندركهاش. وهنا السؤال: أنا بتعرض لمصايب، فين هنا نعمة الدفع والمصايب موجودة؟ محتاجين نكون مدركين المعنى ده علشان نعرف نشكر، لأن دي من الأسئلة اللي بتعمل حاجز داخلي بيننا وبين اليقين في الله، وعدم وضوحه بيخلينا بديهيا مش عارفين نشكر بقلبنا. قصص سورة الكهف كلها أمثلة لنعم الدفع برغم أن الظاهر أنه مصيبة وفي شر.
السفينه يكون فيها عيب ويبقى ده الخير، وهي دي نعمه الدفع، ربنا دفع شر اكبر عنهم، وان الغلام يموت وان ده الخير. طب الخير ازاي في موته؟ لان ربنا رحمه من انه يفضل عايش مستمر في معصيه، فخلص عمره بدري رحم بيه وكمان رحم بوالديه، فربنا دفع عنهم شر اكبر بحكمته، ولانه خبير عليم فبيدير منظومه تكون متكامله ليك ولغيرك ولدلوقتي والبعدين. المعاني دي تخلينا نفهم معاني نعمة الدفع، إن ربنا بيصرف عنا المصايب لكن بمفهوم أعمق. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه فيه الرحمة وظاهره العذاب، ده السور اللي نحاول نبنيه جوانا فيعمل لنا حصانة داخلية نستوعب بيها معاني الرحمة في المنع والفقد، فنقدر نشكر شكر عن امتنان حقيقي ويقين في الله، مش شكر وانت مضطر وكلمة بنقولها تأدية واجب الحمد لله وخلاص. وقتها في عز ما الدنيا والظروف صعبة انت بيبقى ليك معايير تانية، ودي من معاني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم. لو شكرت عن يقين حقيقي مفيش حاجة هتأثر فيك لدرجة العذاب والألم اللي بنحسه وعايشين بيه مع أقل موقف وابتلاء. وقتها الشكر والحمد هيبقى مش مجرد ذكر، هو حالة بنعيش فيها بذكر اللسان والقلب والعمل والسلوك. علشان كده ربنا قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ممكن نكون من القليلين اللي ربنا وصفهم بأن هم بيأدوا شكر الله وحمده صح، لو استوعبنا حقيقة ذكر الحمد لله واتدربنا على معانيه وحولناه لمنهج حياة. تفاصيل وأسرار الحمد هنعرفها بإذن الله بعد الفاصل النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد المنزلاوي من علماء وزارة الأوقاف بعد الفاصل.